نقابة اتحاد عمال المغرب، وذلك في ظل صمت السلطات الحكومية التي أصبحت عاجزة عن كبح جماح أسعار المحروقات. دور كبيش محمد المنسق الجهوي نقابة اتحاد العمال قطاع المركبات النفعية. اليوم احنا خرجنا ان شاء الله كنديروا هذه الوقفة الاحتجاجية، كنسجلوا الموقف ديالنا تجاه الغلاء والاسعار ديال المحروقات، هذا الارتفاع الصاروخي اللي الضرر ديالو وصل للمهنيين ديالنا ولا حتى الناس اللي خدامين معنا. هذا الغلاء هذا يعني اثر بواحد الشكل كبير على المهنيين. الان كنشاهدوا ان الثمن ديال المحروقات تجاوز 10 دراهم، والثمن اللي كانت الحكومه صرحت بانه هو يعني ما يتجاوز هذا السقف ديال 10 دراهم، وحنا خرجنا الان كنطالبوا بالحكومه باش تلتفت لهاد المهنيين المقهورين وتحاول ما امكن اننا ندعم المازوت، وحنا نطالب بالغازوال المهني كما هو معمول به في قطاع الصيد البحري. احنا الان كنعانيوا الامرين، يلا خرجنا من هاد المحنه ديال كورونا وهاد المشاكل يعني عانينا فيها معاناه كثيره. من بعد الان كنلقاو هاد الغازوال هذا كيرتفع بواحد الطريقه اللي هي صاروخيه صراحه. المهنيين كلهم جميع القطاعات مأزمين، واليوم احنا خارجين قطاع ديال المركبات النفعيه وقطاع الشاحنات وقطاع ديال الدراجات ثلاثيه العجله. احنا خرجنا الان باش نعبروا على الغضب ديالنا، نعبروا على الموقف ديالنا اللي كنقولوا فيه بان هذا المازوت هذا بزاف وكثير كثير بزاف على 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 المهنيين ديالنا ولا على المواطنين، وهذا الشيء كيساهم بشكل مباشر في الغلاء ديال المعيشه، لا بالنسبه للاثمنه لا ديال الخضار لا ديال الفواكه لا ديال اي كل شيء تزاد، لان الترونسبور او النقل هو عنده علاقه مباشره بجميع القطاعات، عنده علاقه مباشره مع الخضار، عنده علاقه مباشره مع الثمن ديال المواد الغذائيه، عنده علاقه مع كل شيء. الا تزاد المحروقات راه كل شيء غيتزاد وكل شيء غادي يتمحن، وحنا كنطلبوا من الحكومه ومن الجهات المسؤوله ان تدخل تدخل فوري وتدخل عاجل، لان هذا الشيء هذا الا تزاد بهذه الطريقه هذه فراه غنضطروا اننا ندخلوا في شي اضراب يعني حتى شي حاجه ما تبقى تحرك، كل شيء غادي يوقف في اضراب وطني من طنجه حتى للقويره. وحنا كنتمناو ان الحكومه دير شي حاجه قبل ما ندخلوش في هذا الشيء هذا، لاننا غندخلوا فيه وحنا عازمين على هذا الشيء، وكنتمناو الحكومه ان شاء الله دير شي حل. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نحن كمواطنين، ثانيا كمهنيين جينا اليوم باش نشاركوا في هذه الوقفه الاحتجاجيه ضد الاسعار وغلاء المحروقات. الوقفه ان شاء الله كتجي في اطار كيف تعرفوا ان غلاء الاسعار ولا غلاء المحروقات عامه راه كيأثر على المواطن، قوت المواطن ولا قوت العيش ديال المواطن. والحمد لله راه كتشوفوا الوقفة تمت بسلام إن شاء الله، كانت الوقفة ناجحة 100% ووقفة سليمة، عبرنا فيها على الرأي ديالنا كمهنيين على الغلاء ديال المحروقات. كيف كتعرفوا أن غلاء المحروقات جاب وتيرة مرتفعة جدا، وكيف كتعرفوا أن دار واحد المحضر ديال وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء آنذاك في 31 أكتوبر 2018 كيجي فيه واحد البند الثالث، ألا هو محضر النقطة الثالثة، محضر النقطة الثالثة الغازوال المهني. وكيف كتعرفوا أن هذه النقطة راه تكبرات آنذاك إلى يومنا هذا، وهذه الرسالة موجهة إلى رئيس الحكومة باش يشوف
على الحال ديال المواطنين عامه. وتحيه نضاليه للجميع، وكنشكروا المنابر الاعلاميه اللي حاضره هنايا والسلطات المحليه وكذلك جميع الغيورين على القطاع النقل الطرقي عامه في المغرب. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.